وينضم إلينا من تورنتو وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد. أهلا بكم معالي الوزير معنا في العربية. أولا تقييمكم للأثار المترتبة عن هذه الأزمة الجديدة بين المملكة العربية السعودية وكندا. أنا منزعج جدا بتدهور العلاقات، لأن كندا نظرت دائما إلى السعودية كصديق وحليف، وهذه الحكومة تبنت سياسة وصلت إلى هذه الحالة الراهنة بسبب تغريدات. فهناك معركة ضد تمدد إيران وكذلك الإخوان المسلمين وكذلك تنظيم داعش. لدينا مصالح مشتركة فيما بيننا، وكندا لا يجب أن تتبنى موقفا تجاه حليف وصديق كهذا، وهذا أمر مخيب كثير للآمال. طب معالي الوزير، باعتقادكم ما هي سبل حل هذه الأزمة واحتوائها الآن؟ أعتقد أنه يجب أن نقوم بشيئين. أولا بالنسبة للصديق والحليف، دائما يكون لدينا اختلافات في وجهة النظر، وهذه الاختلافات يجب مناقشتها فيما بين القادة أو وزيري الخارجية. وقد أجريت الكثير من المباحثات مع الملك سلمان، وأجرينا يجب إجراء مناقشات ومحادثات مباشرة وليس عبر التغريدات. الشيء الثاني، نحتاج للدبلوماسية مباشرة، وهذا أعتقد أنه يجب على رئيس الحكومة الكندية أن يزور المملكة ويجلس مع الملك سلمان. وهناك إصلاحات هائلة تنجز في السعودية، وهي أكبر بكثير من فتح الاقتصاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وكذلك الشرطة الدينية وغير ذلك. وأعتقد أن الكثير من الكنديين يتفاجؤون بشأن حجم الإصلاحات والنجاحات التي تحققت في سنوات قليلة هناك. طيب، كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو وصفت بالحديث الإيجابي تجاه المملكة العربية السعودية. هل تعتقدون أن هذه التصريحات كافية، وكيف تقيمونها بشكل عام؟ أعتقد أن هذا لا يكفي، وكندا والسعودية بلدان في مجموعة العشرين، وسعودية تلعب دور قوي في الشرق الأوسط، ويجب أن نتعامل مع السعودية كحليف وصديق لمحاربة الإرهاب وكذلك تهديدات إيران والتصدي لجماعة الإخوان المسلمين. فهذه العلاقة مهمة ولا يمكن أن تتدهور، وأعتقد أن أفضل الطريقة هي لأن يزور رئيس الحكومة المملكة ويتباحث مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وأن يجري حوارا بناء من أجل معالجة هذه التصريحات التي رأها السعوديون تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدهم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وغير ذلك. طيب معالي الوزير، باعتقادكم لماذا حتى الآن الحكومة الكندية اكتفت بالتصريحات ولم تقدم على أي خطوات جادة وفعالة مع المملكة العربية السعودية الحليف كما وصفتموه؟ أعتقد أن الحكومة لا تدرك ما قامت به وتجاهلت ما تحقق في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم تفهم هذه الحكومة الطبيعة الحقيقية لهذه الإهانة التي تسببت بها الحكومة الكندية. أعتقد أن الحكومة الكندية تدرك بأن محمد بن سلمان يقوم بالكثير من الإصلاحات. هناك من يعارض بعض هذه الإصلاحات، ولكن أعتقد أن القيادة الكندية يجب أن تدرك حقا طبيعة الإصلاحات في السعودية، وعلى كندا أن تدعم هذه الإصلاحات. طيب معالي الوزير، نتحدث الآن عن التداعيات التي قد تترتب عن تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا.
أعتقد أنه بادئ ذي بدء الإهانة صديق وحليف هو شيء كبير، لأن الأمر يتعلق اليوم بحفظ الأمن، وهذا يحتاج للتعاون مع المملكة لمحاربة داعش والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك تصدي لجماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون هناك علاقات متدهورة بين عضوين في مجموعة العشرين هو أمر غير مشجع على الإطلاق، وهناك الكثير من الأمور الأخرى ذات الصلة بالطلبة السعوديين الذين يدرسون في كندا، وهناك حوالي 16,000 طالب سعودي يدرسون في كندا، وهذا له آثار اقتصادية كبيرة. ثم هناك تعاون كذلك في المجال العسكري فيما يتعلق بالتدريب والمعدات العسكرية أيضا، وهذه الأمور مهمة. وهناك استثمارات سعودية أيضا، هناك تداعيات اقتصادية كبيرة تترتب على ذلك، وعندما يكون هناك خلاف مع عضو في مجموعة العشرين يجب السعي بأسرع وقت ممكن لحل هذا الخلاف. وأعتقد أن الحكومة الكندية بدأت تدرك ما تسببت به من إهانة إلى الحكومة السعودية. طب وصفتموها بالإهانة معالي الوزير، وصحيفة الغارديان انتقدت سياسة الحكومة الكندية الحديثة وقالت أنه لم يعد لديها صديق واحد في العالم بسبب سياساتها. ما السبب في ذلك باعتقادكم؟ ما النصيحة التي تقدمونها لهذه الحكومة كخبير في هذا الشأن؟ لم يدافع أحد على موقف كندا في المعسكر الغربي على الإطلاق، وموقف كندا قد تدهور خلال الأيام العشرة المقبلة. ملك الأردن وكذلك وزير دولة شؤون الخارجية الإماراتي، وزير خارجية البحرين، وكذلك الرئيس عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، هؤلاء كلهم أكدوا أن كندا لا تستفيد من هذا الوضع. أنا أريد من بلادي أن تستطيع أن تعمل مع حلفائنا من السنة في الشرق الأوسط ضد التهديدات المشتركة فيما بيننا، وأن يكون هناك خلاف مع حليف وصديق هذا يؤثر على الدول سنية أخرى، وهذا مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، ويجب على القيادة الكندية أن تفهم الدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ليس في الخليج فحسب، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حد سواء. وبطبيعة الحال مجلس تعاون الخليج يوجد مقره في الرياض، والقيادة الكندية لديها تعاون أيضا مع هذا التعاون. إذن هناك تداعيات كبيرة على علاقتنا مع السعودية ومع الخليج ومع العالم الإسلامي ككل. باعتقادكم الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا إلى أين؟ وهل ستنجح كندا في تدارك الأمر؟ أنا أريد أن أرى بلادي تنجح في هذا المسعى، وأريد أن أرى هذه العلاقات تتعزز وتنجح، وأمل أن الحكومة الكندية سوف تتبنى مقاربة أكثر بناء مع المملكة العربية السعودية وأصدقائنا في الشرق الأوسط. والأسبوع الماضي لم يكن مشجعا لعلاقاتنا مع هذه الدول، ولدينا آمل أن تقوم وزارة الخارجية بنصيحة رئيس الوزراء لتبني موقف أكثر بناء. أنتم متفائلون معالي الوزير بأن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة؟ أنا أعرف وأدرك أن هذه العلاقات الآن تضررت قليلا، وأمل أن تقوم حكومتي بإصلاح الضرر الذي جرى خلال الأيام العشر الماضية. شكرا جزيلا لك معالي وزير الخارجية الكندية السابق جون بيرد، حدثنا من تورنتو. شكرا جزيلا معالي الوزير.